اهلا بكم يا كل محب ودارس اللغه الفرنسيه في كل مكان مع الفيديو الثامن من سلسله فيديوهات الالف تعبير باللغه الفرنسيه. خلاص قربنا نخلص السلسله دي، وان شاء الله اول ما نخلصها هنبدا في سلسله جديده هقول لكم عليها في وقتها. بس مبدئيا قبل ما ابدا الفيديو عايز افكركم انكم تعملوا لايك للفيديو، وكمان شير للفيديو عشان يوصل لكل اصدقائكم، وكمان تكتبوا تعليقاتكم ورأيكم في الفيديو. نبدأ على طول. Nous allons courir demain soir. Nous allons courir demain soir. يعني احنا هنجري او سوف نجري غدا مساء. التعبير الثاني هو رستي يعني يبقى او يظل. اللي بعده هو allez nager يعني يذهب للعوم او يذهب للسباحة. التعبير اللي بعده هو vieillir يعني يسهر. اما التعبير اللي بعده هو troisième يعني الثالث، وبعدها cinquième يعني الخامس، وبعدها quatrième يعني الرابع، وبعدها premier يعني الأول، وبعدها deuxième يعني الثاني، وبعدها huitième يعني الثامن، وبعدها dixième يعني العاشر، وبعدها novembre يعني شهر نوفمبر، وبعدها mars يعني شهر مارس، وبعدها juillet يعني شهر يوليو، واللي بعدها août يعني شهر أغسطس، وبعدها octobre يعني شهر أكتوبر، وبعدها ديسمبر يعني شهر ديسمبر، وبعدها سبتمبر يعني شهر سبتمبر، وبعدها لادات يعني تاريخ اليوم أو التاريخ، وبعدها أفريل يعني شهر إبريل، وبعدها كيلي لادات دوجوردوي يعني ما هو تاريخ اليوم، وبعدها Nous sommes le 2 janvier يعني احنا بنكون في 2 يناير. التعبير اللي بعده مي يعني شهر مايو. التعبير اللي بعده او الكلمة اللي بعدها جوان يعني شهر يونيو، وبعدها فيفريي يعني شهر فبراير، وبعدها Nous sommes en juillet يعني احنا بنكون في شهر يوليو. التعبير اللي بعده janvier يعني يناير. التعبير اللي بعده dépenser يعني ينفق. التعبير اللي بعده c'est une très bonne offre يعني هذا عرض جيد جدا. التعبير اللي بعده هو l'argent يعني النقود. التعبير اللي بعده ça coûte combien يعني كم يكلف هذا. ça coûte combien. التعبير اللي بعده elle a trop d'argent يعني هي معها او لديها نقود كثيرة. التعبير اللي بعده laisser يعني يترك. التعبير اللي بعده assez يعني ما يكفي من. التعبير اللي بعده la livre يعني الجنيه. التعبير اللي بعده je n'ai pas assez d'argent يعني انا ما عنديش ما يكفي من المال. التعبير اللي بعده c'est gratuit يعني انه مجاني. التعبير اللي بعده l'euro يعني اليورو.
التعبير اللي بعده ايكونوميزي، ايكونوميزي، ايكونوميزي يعني يقتصد، يقتصد او يوفر. التعبير اللي بعده نون ني بوفون با ديبونسي، نون نون ني بوفون با ديبونسي تو نوتر ارجون، نون ني بوفون با ديبونسي تو نوتر ارجون، نون ني بوفون با ديبونسي تو نوتر ارجون، يعني نحن لا نستطيع ان ننفق كل اموالنا. التعبير اللي بعده لا ليبريري fait une réduction sur. La librairie fait une réduction sur. La librairie fait une réduction sur. يعني المكتبة تعمل تخفيض على. التعبير اللي بعده C'est vraiment pas cher parce que c'est en solde. C'est vraiment pas cher parce que c'est en solde. En solde. تاني C'est vraiment pas cher parce que c'est en solde. يعني إنه فعلا ليس غاليا لأنه في التخفيض. التعبير اللي بعده faisons affaire. Faisons affaire. يعني هيا نعقد صفقة. هيا نعمل اتفاقية. Faisons affaire. التعبير اللي بعده هو tirer. Tirer. Tirer يعني يسحب. التعبير اللي بعده emprunter. Emprunter. Emprunter يعني يستلف. اللي بعده le dollar. Le dollar يعني الدولار. اللي بعده l'offre. L'offre يعني الأوفر أو العرض. التعبير اللي بعده l'affaire. L'affaire يعني الصفقة أو الاتفاق. التعبير اللي بعده pousser. Pousser. Pousser يعني يدفع أو يزق. التعبير اللي بعده كوتي. كوتي. كوتي يعني يكلف. أما التعبير اللي بعده ça coûte 4 euros. ça coûte 4 euros يعني هذا يكلف 4 يورو. التعبير اللي بعده faire une offre. faire une offre يعني يقدم أو يعمل عرض. التعبير اللي بعده pousser. بوصي يعني يدفع أو يزق. التعبير اللي بعده on sold. on sold يعني في التخفيض. أما التعبير اللي بعده laissez moi faire une offre. laissez moi faire une offre يعني اتركني أقدم عرض. اتركني أقدم عرض. بعدها faire une offre. faire une أوفر يعني يقدم عرض أو يعقد صفقة. التعبير اللي بعده لا كومود. لا كومود يعني الكومودين وهو قطع من أثاث المنزل. التعبير اللي بعده لا بورت. لا بورت يعني الباب. التعبير اللي بعده لو ميروار. لو ميروار يعني المرآة. أما اللي بعده لا فنتر. لا فنتر يعني الشباك أو النافذة. التعبير اللي بعده لوريي. لوريي. لوريي يعني المخدة أو الوسادة. التعبير اللي بعده لو كونجيلاتور. لو كونجيلاتور. لو كونجيلاتور يعني الفريزر اللي هو جهاز التثليج داخل التلاجة. أما التعبير اللي بعده لا كويزينيير. لا كويزينيير يعني الطباخة. وبعدها لارموار. لارموار يعني الدولاب أو خزانة الملابس. بعدها لافور. لافور. لافور يعني الفرن. بعدها للي. للي يعني السرير. لاشيز. لاشيز يعني الكرسي. لسول. لسول يعني أرضية الشقة. لسول. بعدها لتوا. لتوا. لتوا يعني السقف. بعدها La couverture. La couverture يعني الكوفرت أو الغطاء مثل البطانية. وبعدها le réfrigérateur. le réfrigérateur يعني الثلاجة. أما التعبير اللي بعده le canapé. le canapé يعني الكنبة. les meubles. les meubles يعني الأثاث، أثاث المنزل.
Le plafond, يعني السقف. التعبير اللي بعده le mur يعني الحائط أو الجدار. التعبير اللي بعده la clé المفتاح. le chargeur يعني شاحن، الشاحن. بعدها tes clés sont sous le canapé يعني مفاتيحك بتكون تحت الكنبة. التعبير اللي بعده derrière يعني خلف. وبعدها est-ce que tu sais où sont mes clés تاني est-ce que tu sais où sont mes clés يعني هل تعرف أين تكون مفاتيحي. التعبير اللي بعده combien de chaises est-ce qu'il y a dans le salon يعني كم عدد الكراسي اللي موجود في الصالون. التعبير اللي بعده sous يعني تحت. وبعدها le crayon يعني القلم الرصاص. التعبير اللي بعده le camera يعني الكاميرا. أما التعبير اللي بعده quelle quantité de lait reste-t-il réfrigérateur quelle quantité de lait reste-t-il dans le réfrigérateur تاني quelle quantité de lait reste-t-il dans le réfrigérateur آخر مرة quelle quantité de lait reste-t-il dans le réfrigérateur يعني كم كمية اللبن المتبقية في الثلاجة. أما التعبير اللي بعده la quantité يعني الكمية. devant يعني أمام. l'appareil photo كاميرا التصوير الفوتوغرافي. بعدها l'ordinateur الكمبيوتر. l'ordinateur portable يعني اللابتوب أو الكمبيوتر المحمول. بعدها le verrou يعني القفل. بعدها combien يعني كم. بعدها le bateau يعني المركب. nous devons prendre l'avion pour le Japon ce soir. Nous devons prendre l'avion pour le Japon ce soir. كمان مرة. Nous devons prendre l'avion pour le Japon ce soir. يعني يجب أن نأخذ الطائرة إلى اليابان هذا المساء. التعبير بعد Nous allons à la montagne. نحن نذهب إلى الجبل. أما آخر تعبير معايا وهو le vol est retardé يعني الرحلة تكون مؤجلة. وبكده نكون انتهينا من الجزء الثامن من سلسلة فيديوهات الألف تعبير باللغة الفرنسية. وخلاص مش باقي غير جزئين فقط علشان نكمل الألف تعبير باللغة الفرنسية. والمفاجأة إن شاء الله إن بعد كده هبدأ في تدريس سلسلة كورسات الدلف والدلف التي يتم تدريسها في أماكن تدريس اللغة الفرنسية، واللي ناس كتير بتدور إنها تدرسها. هي غالية الثمن بره، ولكن إن شاء الله هندرسها مع بعض هنا بالمجان. فقط مش عايز منك غير إنك تعمل لايك للفيديو، شير الفيديو علشان يوصل لكل أصدقائك، كمان تكتب تعليقك الجميل أسفل الفيديو. مش عايز منك أكتر من كده. لو سمحت إذا كنت شايف إنك بتستفيد من القناة وبتستفيد من الفيديوهات، فما تستبترش عليا إنك أنت كمان تفيدني إنك تعمل شير للفيديو وتكتب تعليق وتضغط على لايك وتضغط على زر الإعجاب. تحياتي ليكم، وما تنسوش تعملوا الحاجات دي. أرجوكم ادعموا القناة عشان القناة تدعمكم. تحياتي ليكم، ونشوفكم في الفيديو اللي جاي. باي باي.